انت مغرور انت معدوم الشعور انت زي الزينه ديكور واللي عشقك معذور مغرور ايوه مغرور انت معدوم الشعور انت زي الزينه ديكور واللي عشقك معذور وانا كده ومفيش غير كده عندي مفيش حل تاني لو عجبك عجبك مش عجبك لا سيبني في حالي كل هذا العمر زعلان ازاي كل هذا العمر مضر جامد بس بلاخ بالظبط ده منظر بعد مغرور بص ازاي مضر جامد والله غلبان مفيش مغرور فين يا عم ده اتغريت جامد قوي بعد الاغاني الجديده اتغريت لو افترضنا ان احنا هنعمل برضو موقف افتراضيه وتردوا على بعض بالاغاني بنفس الاداء ده حلو ده يعني جزء فني بقى أغنية يعني بس انا مش فني قوي انا بعمل الحاجات دي كده يعني ده اللي ممكن يجيب الحاجات دي لكن انا مش بس انت عندك سرعه بديهه يا هشام يعني اغنيه فيها بنرد على بعض بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيره وما بقدرش اسير عنك ايوه قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام او كلام انا خسنت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الكلام ما بسمعش الاغاني ولا يشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام جامد عليك انا كنت عايز يرد عليا رامي اشتكى لك وقال لك حياته مش تمام ممكن ما انا هقوله بقى حياته مش تمام ليه هقول لك ليه هقول لك ايه مثلا ليه يا رامي كل يوم بتحب واحدة ولسه مش لاقي اللي عايزه في اي واحده كل اول يوم تقول انك لقيتها وفي نهايه اليوم بتجري وتمشي وتسيبها في تفاعل عارف رامي كان بيعمل ايه انا بس كده حاجه ويبقى لذيذ قوي لو غنى حته منها وافتكر رامي كان بيعمل اغاني للعيبه نروح مثلا باكستان نلعب بطوله في باكستان مثلا مش باللحن على لحن يعني بيجيب على لحن اغنيه بتاعت عمرو دياب مثلا يقوم جايب لك اغنيه يقول يعني لك اقول لك واحده مثلا بقول في واحد اسمه لعيب ماليزي اسمه اونج بنجي فالراجل ده كنت انا رحت لحد كراتشي باكستان بقى ومبهدلين وموضوع صعب والدنيا هناك ظروف صعبه وكده ورحت وخسرت اول ماتش يعني بشطارتي فضايقت طبعا جدا من نفسي ومش عارف اعمل ايه ومتضايق هتجنن بقى ولسه الطياره بعد 3 4 ايام عشان حجزتها بعديها بشويه وبتاع فاكر نفسي هكسب يعني ف ما لقيتش حاجه بقى قعدت كده وقاعدين في الاوضه وبتاع فقلت له ايه قلت له يا بنجي يا اللي كسبتني في كراتشي والله ده انا مستاء من لعبي والله معاك هناك هتشوف حاجات نيله وهيبقى نفسك فت علشان تنسيك النكات اللي انا هحطها وانا معاك والله هتتعب جامد وهتنسى اسمك وتقولي انا اسمي ايه كان اسم انا اسمي حامد نسيتني لا 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 مين اللي هيكسب هشام عاشور ولا رامي عاشور فين سيبكم بقى من بطولات السكواش فين هنسالكم اسئله في المعلومات العامه وفي الفنون انا هو السؤال بيقول كيف نشات لعبه السكواش لا انا اولا الاول اخوك كبير ماشي استنى شويه مش حاضر نشات في السجن في انجلترا اكتشلي في لندن
في السجن. واجابه صحيحه. اشرح لنا اكتر عن كنت عارفها والله كانت هي ابتدت ان كان في كنت عارفها كنت عارفها بس هو اللي اخد النقطه على فكره هو الاول بالظبط كده لا هي فكره ان انت زمان في السجون كنا في سجن والسجن كانت كان سجن معروف جدا في انجلترا وواحد من المساجين كان محكوم عليه بتهري بمؤبد او حاجه كده ومره كان قاعد هو كان بيحب الاكسرسايزز وبتاع مش عارف مره واحده جاب دراع خشب وقعد كبره وجاب قطنه وجففه وابتدى جاب قطن اعواره كده وابتدى يزقه ناحيه على الحيطه فالمساجين ابتدوا سخنوا على القصه دي وابتدوا يلعبوا وبعدين ابتدوا يقسموا وابتدت القصه وبعدين ابتدت في الاول كانت بعد بقى النقله دي اتنقلت لهارد بول الناس خدتها عملت كوره كانت سريعه قوي الملعب كان اصغر سنه وبعدين دخلت بقى على السكواش اللي احنا بنلعبه دلوقتي يعني اللعبه العظيمه الراقيه دي اللي بيتبص لها بشكل ارستقراطي جدا نشات في السجون اربع حيطان برضو فكره يعني اربع حيطان نقطه لهشام صفر رامي شكرا بسرعه لانه غالبا انتوا الاثنين عارفينه ماشي. هي السرعه من هو لاعب السكواش الذي دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه جهانجير خان قول تاني جهانجير خان اجابه صحيحه هشام طب اروح انت هشام عاشور لسه هتفكر اللاعب الباكستاني اطول ماتش نعم كان اطول ماتش ولا عشان لا إيه؟ اخذ لعب بطوله كسب بطوله انجلترا المفتوحه 10 مرات 10 مرات متتاليه جهانجير صح بالظبط طيب الاسرع في احد المسلسلات الناجحه اللي عرضت في رمضان ضد الكسر نيلي كريم كانت بتشتغل ايه انا ما كنتش لسه رئيس مجلس اداره لا انا ما كنتش جيت لسه كنت في امريكا لسه انا لسه جاي بقالي 6 اشهر ايه ده مش مبرر على فكره مش مبرر مش مبرر انا والله لسه ما اعرفش انا بقالي 9 سنين عايش في نيويورك فانا ايوه اخر مسلسل قامت بطولته زوجتك المصور ما بركزش قوي مع مسلسلات عامه يعني بتكلم ما للاسف الاثنين فشلوا في السؤال كانت فود بلوجر فود بلوجر يا اخي مش معقول اللي بعده لا على فكره ادائكم مش كويس خالص تعمل لنا مشاكل انت يعني اكل وجغرافيا مع بعض ماشي اكل بلد مشهور بصنع البوريتو المكسيك انا قلت المكسيك بفرق ثواني بفرق ثواني رامي خد واحده بس عشان انت منظرك كده ماشي ايوه صح المكسيك يلا قول تذكر اي اغنيه لها علاقه بالسهر او السهرانين سهران معاك الليله دي بتاعت حاجه صار الليالي بقى علم حالي ولا اللي جرى لي قول لي يا حبيبي لا 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 بس يا شباب انت هتاخد النقطه بس انت ما قلتش كلام ما قلتش حاجه انا يعني دي قصدك على الحشو يعني الحشو مش ما جاش معايا بس اخدت النقطه يبقى كده والله طيبه مدلسه رامي متضايق من لجنه التحكيم شايف انها متحيزه ما هي اطول مباراه في تاريخ السكواش جهانجير خان وجمال عوض لا سهله انا قلتها برضه والله سهله والله سهلة طب انا اقعد لوحدي بقى رومي لو كده انا اقعد لوحدي عايز هو بيسبقك يا رومي ما يعني سريع هو سريع هو سريع ما شفتيش هو بيقول الاكسنتس بيطلع جمل ومن الهواء فصعب برضه بقى لا معلش ثانيه واحده في حاجه على القصه دي ده اطول ماتش في العالم انا لعبت اطول تاي بريك يعني انت لما توصلي 10 كل في السكواش في الجيم بيوصل 10 كل الجيم لازم اللعيب الثاني اللي معاه واحد من احنا من احنا الاثنين يكسب باي 2 كلير بوينتس يعني يكسب 13 11 15 13 انا جيم واحد الجيم الرابع كنت في باكستان برضو كنت خسران 2-1 كسبت الجيم الرابع 35 33 وبعد كده خسرت الماتش مش مهم لو كده نسقف بقى على يعني